اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وقصة حقيقية وعم نعيشها هلا، وبلشوا كتار بالعالم عم بيقولوا مع حق. امرأة من اغنياء هالعالم شفت حالها تعيسة، ولادي جوزي مثل ما بتعرفوا بحبوني انا وقوية وانا وغنية وهيك وهيك اشياء، قالت بدي اعيش بلا مصاري. جابت مصرياتها من هالبنك من هالبنك من هالبنك، يعني عندها غنية، عملت جورة كبيرة وحرقته. شو كان في قبل الورق؟ شو كان في قبل هالورق؟ كان في حق. الخورة لازم كنت تعطينا اياهم، هداك لازم قالت له وقت المسيح واجت المجدلية وكبت اغلى العطر على اجراءه، قال له يضاس منبيعهم وبالمصاري. قال له الفقراء عندكم في كل حين عم تغسل حالها. ومشيت وحدها. قالت له ما بدي حدا. لا بدي دي ولا بدي وسيط ولا بدي حدا، ولا اولاد ولا رجال ولا شيء، هيك بدي اعيش بلا مصاري. رح تشوفوا صور. Living without money. Living without money. A beautiful real story. عمرها 69 سنة وما استعملت المال، وهلا لها 15 سنة عايشة ما بتعرف شو المال. تعالوا نروح. في نعمة أكثر. ما بدي سرمية. عندي وحدة بتكفيني. أخذت كل شو عندك أنت سرامي؟ شو عندك هيك؟ شو عندك هيك؟ بياخذ هالصرامي ما عندك بتعطي سرمية لهي هيدا لهي. كل المصاري ما تشتروا، كبوهم، حرقوهم. حطوا بالميزان محبة ومال. مين بدكم؟ المحبة، فإذا كبوهم. هالمرة عاشت بألمانيا هوني خلقت وهلا عم تبرم حول العالم. بيهددوا له تتموت. قالت لهم فيكن تفرحوا هالفرح بمالكن؟ قالوا لا. وهلا في ناس عم بتخزق اموالها. ما بعرف انا ضدها انه نخزقهم، برجع بتطلع طيب اذا معي مصاري واشتريت ارض لمين بدي اعطيها؟ لمين؟ ما اعطيت مؤسسه كبيره الى فرح العطاء. ما في مره بتعرفي بيسالني كيفك او شو بدك او من عيشته يعني، بس صدقه بالملايين اعطيت ناس وبالمليارات. وقلت له تحت سرميتي انت ومصريتك. ماشي. خبزنا كفايه يومنا بتجي، اللي بيعطيك الفلس بيعطيك النفس اذا بدك فيه. النفس والفلس هي بلا. هلا عم بيعيشوا كثير مثلها. وعم ببلشوا يهددوا بنوع خاص. السلطه. درهم ودولار ودينار. كل priests and politicians are the mafia of the soul and you are one of them. هيدا كتاب اعطيته لاوباما شخصيا. حاج تصدقوا اسود وابيض ومسلم ومسيحي وبيعمل اورجانيك بجنينه ومدري شو هي. هلا شو عملت هالمره؟ ولا مدارس ولا مشافي ولا شيء ابدا. وحتى ما بدك تتحمل بتشتت الدنيا. بتاكل اكلك قدامك. وشو ما عطيت للناس الدنيا أخذوا عطا. بتروح بتلم شو في بالزبالة. أنا مرة كان عمري شي 20 سنة وكنت بالبيوسي، مدرسة كانت اسمها بيوسي من زمان، مدري شو اسمها هلا، عندي شي لقيت بالزبالة في أكل. يعني قلت لها شو بتجيب معي؟ ما الحنة. صرت فتش عمي ليه بتكبوا هيك؟ وشفت بناية اسمها فريندز بيلدينج. قلت انا اذا كبرت وهيك ورجعت تجوزت ولا صاحبت ولا سكنت بحب اقعد انا بطابق وهيدا بطابق وهيدا بطابق، بنحط حد بالردي اكلنا كله هون، غساله اكلنا هون، انا بطبخ هالجمعه هيدا فوق هيدا فوق هيدا فوق. وتعرفت على صاحبين البنايه بالسعوديه، اتعس من هيك ما في. قلت لها البنايه لالكم. قالت لي هن كانوا اغنى شيء شركه الأدوات الصحية. شغلة إنه بتصير تشوف. قلت في شيء تاني. ولما بلشت عيش مع ميتشو وغيره إنه هيك وأوش وأكثر شيء يلي أغنى أغنياء التاريخ وأفقر فقراء التاريخ وما دقر المال بإيده وما عرف شو كيف بيمضوا تشيك. أغنياء العالم إجت كبت مصرياتها. قال لهم سألوهم ليش؟ ليه عندك 500 روز روز؟
بكره بصيروا 700 عليك بروز، ليش عندك هيك؟ ليش كل يوم يلبس بدله هن يعملوا له اياها؟ مو جوهرات بدكم اياها الساعه مليون دولار صح. استعملوني شبعته؟ ايه سرمية وحدة بدلي بالنهار لونها هيك وعشية بيضة خلصت ما في جايبة شبعته؟ نعم خلص اخوته عم بتاجروا فيه يلي عرفوا قليل كتير ان شاء الله نكون نحن منهم تعوا على بيت مرة ويا أمو نور يا بتسرقوا زريعة بدكم تسقوها يا بتسرقوا كتاب بدكم تقروه يمكن في رغيف خبز بس ما بدي اياكم بقى تجوا الا اللي معكم ميل تعطوني اياهم وانا بدي احرقهم على ذوقي انا واياكم ما في ببلاش بقى ما فيها كلمه مجانا وفري ودايت فود وتيتش ما بقى بدي اياهم هي اكبر كذبه ومؤامره هالمره هلا ما في حدا بتفوت بتروى المحلات عندنا هيك زياده عندنا هيك زياده وعندنا هيك وعندنا هيك والناس والشعب وقالت له مطرح ما عم بروح عم شوف الحكام عم تجي وبتطلبني اقعد معهم المستشفيات يا الله اللي مشهورين بالكتب بالاشياء وسنه 1995 فاتت على مطرح وشافت انه هون الحياه اكثر وين؟ تحتاج صوره بتلاقي في ناس قاعده عم بيدخنوا عم بيشربوا عم بيحششوا بتقعد هي وياهم بتقول لهم ليك هي بندوره كلها مطرحه هيدي هون وهيدي اجت عطيتها قالت لها انت خديهم اعطيهم لغيرك وصارت تفوت ولما بلشت تشتغل الاشياء اللي هيك بتحبهم نسيت مثل الاولاد نسيت انها هي بتاكل من 2001 لليوم ما فات المي على تمها ولا الاكل وأسرار كتير عم بتعيشوا قالوا لا إيمانك وحدك هاي جسمه هين هيك في ناس عايشين وبيطلعوا معي على التلفزيون على الماء بس ومن الماء كل شيء حي وأنا عشت اختبار وبعدني فيه نعم كلكم حطوا كلمة كومبوتشا وانتوا عملوها بالبيت برمضان هي شعير وهيك بس برمضان بيشربوها بالسعودية شعير وسكر لا هلا في كتار من الناس عم بيتلاقوا فيها وبيقولوا لها عم تحكي كلام نحن ما عم نفهمه قالت لهم هيك الحقيقة ما حدا فهم المسيح أو بودا أو كريشنا أو ألي علي ما فهمتوا مهمت هلا في مهند يعني ليكوا كيف بيلهونا بهالمسلسلات مستر على قدمي وينرز وكل مسلسلات قالوا من عيد يعني شو يعني عيد الاضحى شو ضحينا بدك تضحي بحياتك انت سيدنا ابراهيم وقت حط ابنه بعت له اياها بس هيدا رمز حتى هيك قالت له عيد زواجنا اليوم ما بيسوى نذبح خروف قال له شو ذنبه هالمعطر اذا نحن حمير نحن ارتكبنا هالبهلنه انا وياك ما تذبح حيث لا ماء ولا نار ما في اكل ما في شيء حط ايده على الضحيه وحكيته وتجاوب معها فحصوها بروتين فيجيتال رد على مملكه النبات ما حدا حلل الا محمد ما تصدقوا هول بيحطوا كاسات انه نحللوا بفوت فينا غضب قوي كتير دموعه عم تبكي وانت عم تاكله لانه حطيت صلاة او شيء قلت حللت ما كل حياتك حرام كيف بدي حلله انا حرام حطوا علم حلال وحرام بامريكا اثنين اللي حللوا بنت عمرها 9 سنين من القبيلة ورجال كبير في شيخ مسلم بكي وحط السكين قال له الحبيب هيك حلل حط ايده وجت هي المعزية لعنده مش نحن ربطنا لوني هون فلتت المعزية تبعها وجت معزية تانية لعنده لهالبنت بترددها على مملكة النبات نحن مملكة الحيوان وبعدين أفضل الحيوانات هالإنسان وحط سره فينا خلص وفيك انطوى العالم الأكبر نفوت بهالأسرار الإلهية اللي فينا مش بالكتب
ولا بالمدارس والمقاصد والمكيس والمساجد والمجامع والمكانس كنسول إياها بقى. ما في مشافي، ما في إدوية، كلها كذب. عم بتشوفوا هلا العالم عم بيحكي، بس ما حدا عنده الحل إلا هو. حطوا الحل قبل ما ترحلوا، قبل ما تنحل. هلا without money we would all be rich، بلا مصاري كلنا منغتني. مثل الإمام علي، أغنى الأغنياء، قال تجوزتك وطلقتك بالثلاثة، جسد فكر روح جفر. هلا عندها هيدي الإنترنت وكله، بتقول فيكن تستعملوها، ولكن هلا بلا مصاري سولار سيستم، كل شيء فيكن تعملوه. جربوا انكم ما تمسكوا بايدكم المال، واذا مسكتوا مثل بيت المال، انا بتحكم فيه مش هو بيتحكم فيي. بس لتعرفوا انه في اللحم مخفي، سلطان مخفي، ما كان في مصاري. بيي كان يطبب بالبترون بالكوره بتنورين، يجيب معه مونه، ما في مصاري. اذا شي حدا يعطيه دهبايه، وبعدين يجيب معه بنت، قالت له امي لا جبتها، قال معها سل، بتاكل معنا، بتعيش معنا، بتصح. كان في بركة، إيه، وأمي أخذتها وتجوزت من عنا إيزابيل. نعم، كيف بدنا نعيش؟ مثل ما عاشوا أهلنا من ألوف السنين، هيديك الحضارة اللي حطها الله، هالألوهية حطت الحضارة، خلقت الخلق لأعرف، خلاص. وما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة، من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. I can do it. You can do it. We can do it. إذا في واحد استنار، ليش مش أنا كمان؟ إذا واحد صح من السرطان، ليش مش أنت كمان؟ قروا الكتاب، إذا أنت عندك سرطان، أنت اللي بتلفن لي. ببعث لك شو تقرأ بدون ما تجي لعندي، إذا اضطر الأمر بتجي. بس فيك تشفى، أنت جبت السرطان وأنت ببيتك، بتشيله وأنت ببيتك. مطرح ما حبلك بتخلف، يا بتخلف على التخت او بتخلف تحت الزيتونه، بتربط بتجي على البيت، بتخلصي اربعينك بخير. شوفوا هالعلم وهالسر اللي حطوه. في ناس بتقول ما بقدر، that's impossible. يا الله you can't do it، ما في. لا خلص سلم امرك، ما فيك تعملها، سلمها لله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاي اي بي ام العرب، ان شاء الله بكره معلش. قال له شو اللي هل ان شاء الله، وايمتى بتخلص لي القميص؟ شوفوا، if you want، اذا بدك انت، if you want to feel rich just count all the things you have that money cannot buy. اذا بدك تحس قديشك انت غني، عدد النعم لا تحصى ولا تعد، قد ما انها كثير. شوف هالنعم اللي فيك اللي ما فيك تشتريها بالمال. ما في واحد راعى للبحر، اجى واحد قال له شو بك قاعد ما تحكيني، جاي انتحر. قال له عفاك، بس قبل ما تنتحر انا بدي اطلب منك طلب. شو بدك مني؟ قال له ليك، في عندنا جار عم بفتش على كلوه وبيدفع 60,000 دولار حق الكلوه. وانت ليش جاي تنتحر؟ لاني فقير. قال له قبل ما تنتحر بناخذ الكلوه وبعدين ثاني كلوه، واحد هيك يعني بده كبد، يعني بدهم يفتشوا له على كبد، وفي واحد بده عين. يعني انا هالقد غني واكثر، ما بتعرف قديشك غني، بس جرب يعني، بس تعا معي بناخذك، انا باخذك وبنشيلهم هو، وهيك بتموت وبنكون نحن استفدنا يعني. ومشي هيدا الرجال اللي جاي لحق. وهيك المسيح لما شاف بولس وبطرس وهم، قال له بدي اعلمك تتصيد مش سمك. هالالوهيه اللي فيك، the inner treasure، الكنز، مش بدك السمكه. بس المسيح عم يحكي مش مريم، صوته وحضرته طاقه غريبه. طوبى للغرباء الدنيا. مشي معه، عيطوا له بطرس بيك مات. قال له فيني اروح بس ثلاث ايام لحتى لي،
هالريتشولز هالتقاليد وهالطقوس. قال له دع الأموات يدفنون بعضهم البعض. يا حبيب قلبي هالكلمة ساكني حياتي، وكلمة كمان أيها الحق لم تترك لي صديق. هون a little thought and a little kindness are often worth more than a great deal of money. A little thought، فكرة صغيرة هيك نية، فكرة صغيرة فيها شوي من اللطف والذوق، المحبة، البركة، النعمة، هودي بيساووا أكتر بكتير من أي كمية مال أو ضرب. لنا ضرب اليوم كذا مليون، هلا المليون ما له قيمة، صار المليار، المليار قريبا ما له قيمة، بده يكون تريليونز. من زمان معاش جوزي كان 150 ليرة، يعني يا لطيف غني، وبيسرق شوي بالجمرك، هو هيك بيسرق. هلا ما في شيء بتشوفه على الأرض ما بتلمه. $100 كانت، هلا $100 ما بتشتري، تتروح تاكل بمطعم بتحط $200-$300 والأكل الباقي منكبه. قلت له شو بتعمل فيهم؟ كذبوا اثنيناتهم. قلت له عافيكم اثنيناتكم صادقين، هيدا قال لي بنعطيه لهالمؤسسة وهيدا، يعني هالأكل اللي عم بيبقى بالصفرة. فإذا انت روح على البيفيه وحط قد ما بدك، إذا جعت بعد روحكم، بس ما تخليهم يحطوا لك 20 صنف 30 40 صنف، لا لا طعام على طعام. فإذا شو بدنا نعمل؟ One peaceful world to all of us. بدنا نعمل عالم واحد في سلام، حكومة واحدة، مجلس شورى واحد، مجلس ثقة. نعم بدنا حكومة، بس هالحكومة ما تكون محكومة، يعني من شو بدها تكون محكومة؟ كلنا هيك منتصالح للمصلحة، المصلحة بتصالحنا. مين بياخد شنطة أكثر؟ بدي أعطيها لصهري، وهديك بدي أعطيها لهديك، وهديك بدي أعطيها. بحب منكم انكم تسألوا حالكم كلكم، هالحكام بلبنان بمجلس الجيوب ومجلس الجنوب ومجلس الدواب ومجلس الذنوب، كلكم شو عم تعملون؟ انت عم بتموت بشخير الموت، بدك تقول ما صدقنا الحقيقة. قال الحبيب، قال المسيح، قال بودا، كريشنا، إبراهيم، خليل الله، حبيب الله، كليم الله، كلهم شو عملنا؟ شو عم بتاخدهم؟ أيهو بتحب يكون حدا؟ المال؟ كما قال الإسكندر كبون على الأرض خلي يشوفوا إنه جيت فاضي ورايح فاضي. الأطباء ما قدرت تشفيني، أنت بدك تشفي حالك، أنت جبت المرض وأنت بتشفي حالك. فإذا بشو بدي يشفيني؟ أمنا الأرض. أنا بي كان طبيب سنين، ويطلع هيك ما يلاقي أمي يقول له ما بدي أعمل لك سنينك، ما بهون شي، حط إيدك هون وحط كبش قرنفل بتمك. وأمي تقول له نحن 11 بالبيت، خذ مصاري منه، إلا بكرة رح يجي يدفع. كبش قرنفل. فوائد كبر كثير، أسرار وعجائب. لحنة في هيدي، وفي منها البودرة، هو نبات عطري، له ورق ورق الرند، وله عقد عقد الريحان، وله منافع طبية عديدة، ويعد هذا النبات من أحب وأجمل النباتات التي تزرع في الحدائق لجمال أزهاره وطول موسمها. من الأعشاب المعمرة، إلا أنه يفضل تجديد أمراض كثيرة بتصح، بتحطها بالأكل، بتحطها بالشوربة، بتحطها بالزهورات، بتحط كيس صغير هيك وبتخبيه بعبك، بعبك انتبه ما حدا يمد إيده على العب بفوت على الجيب وعلى الدب. كلكم فيكم تحطون كل العطر. فريد الدين العطار كان من أغنى أغنياء بني الحجاز، ولما إجا مرشد مهم قال له أنا من أغنى الأغنياء، أنت فقير. وعرفتوا شو عمل، ترك العطارة بس شافه ومشي، وكتب كتاب، نعم، منطق الطير. ما قدر يحكي منطق الحق بالإنسان، لأنه حكي عن لسان الكلب والعصفور والبسينة، وهيك كتار يعني كتبوا كتب عن لسان الحيوانات الشجر. لأنه إذا بدك تقول مريم قالت مني، هي مش هيدي المرأة الزانية الكافرة الماكرة اللي عندها دين، ما هي المسيح مش هيدا ابن النجار؟ فإذا وقت اللي بتشوف عطر الأرض انتبهوا،
كبش قرنفل لحالها هي بتعمل فيها أشياء كثيرة. العودين تبعها شو بتعمل فيها؟ يحتفل القرنفل على نسبة عالية من المعادن بما فيه الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم وبغيره والكالسيوم وحمض الهيدروليك والبوتاسيوم والفيتامينات. يستخدم القرنفل لعلاج وتسكين ألم الأسنان. كله موجود بالجذور، بجسمك، بفكرك، بنواييك، كل هودي. مش بس وحده، إذا بنقي الدم بيساعد على استقرار ومستويات السكر في الدم. كتير مهم هذا هالعلاج. قد ما فيكن تعرفوا أنه مش بس القرنفل، أنتوا بتفوتوا في منطقة اسمها حاصبية، إذا بتقول ما في الله روح على حاصبية بالربيع. يا الله 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 يا الله. بتلفي لأصحابك دخيلك شو هيك، ما في شيء، ما عندهم يد. وحتى كمان عندهم الجوز الأسود، اللي عم بيبيع الجوز الأسود $500 الجوزة صدقة. فوتوا على حاصبية. يلي حكي بهالعلم بيك يا وليد، بس النجيب لا ينجب، وإذا أنجب أعجب. ما بعرف إذا قبل ما تموت أنا جيت لعندك وأنت بتعرف أنا مع مين. قدمت أرض الكلب ما بينبح فيها، تنحط بيت المعلم. أمي هيك كان عندها حب لكمال جنبلاط، وبأمريكا صار في تكريم. يا الله، وقت اللي هيك شفنا الصورة قلت لهم أنا من اللي قتلته، كلنا اللي قتلناك، ما بدنا الحقيقة. حط هالعلم وجسده ما شاف النار، يعني الشيبس اللي بيعملوها بطريقة كمال جنبلاط والرو فود إيترز كلهم بالشمس مثل ما بنعمل القمر الدين. فإذا نحطوا رو فود وشوفوا هالناس اللي ما بتشوف النار، الحبيب 3 أشهر ما يشوف النار ببيته. ونختمها بهالصورة، صحيح حزينة ولكن الحزن بينظف الكفن. وطني، أليس للحزن فيك مدة انتهاء الصلاحية؟ أو على الأقل يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. ليك شو حلو. وطني، أليس للحزن فيك مدة انتهاء صلاحيته؟ الأكل كله بينتهي صلاحيته، والإنسان بتنتهي، بس هالحزن ما بتنتهي. بكل الأمة العربية شو عم بيصير؟ أو على الأقل شيلوه من الأطفال، شو عم نعمل بهالأطفال؟ شو هالسبب يعني رايحين هربانين على أستراليا ووقعت الشخطورة؟ مين اللي عم يعملها؟ نحن. ما تقولوا هيدا اللي بالحبس وهيدا الدركة وهيدا الرئيس وهيدا. كل ما شفت غلط هون في 4 هون. هيك بدنا، كلنا مسؤولين. كل واحد منا يقول شو السبب. نعم، كل واحد يقول أنا السائل وأنا المسؤول. وإذا صدق السائل هلك المسؤول. كلنا نعرف إنه ما بنعرف. مش إنه رحت ودعيت لي بعرفة، ما بدي إياهن هون. بجيب لك كتب تقري أنا شو عم بكتب، كتب كتير مهمة. ما بدي كتب، عندي الكتاب خير جليس وعندي إياه وما بقرأ غيره. خلص هيدا هو الكتاب، أنا نقيت اخترت كتابي لإلي. عالجوا مرضاكم بالصدقات وبالزكاة وشوفوا شو بعمل فيهم. كل هالأمة العربية ما عندنا تلفزيون في أخلاق، ولو هالقد فقراء نحن. هيدا فقر هون. تنرضي الشيطان؟ يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، ما بعرف إذا في عنا وقت، بس بقرأ هاي. الإمام علي بن أبي طالب بلا أي لقب كمان، علي برا علي. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولم تزل في غفلة حتى دنا منك الأجل. فات رجال عباية لقى في صندوق، قال لمرته شو هيل بالصندوق؟ قالت له افتحه. إذا فتحته ولقيت رجال أنا بحبها، وإذا ما لقيت شكيت فيها بتطير تحبني. قالت له افتحه.
احتار، لا تحتار، هنا بيتك ونجوزي وأنا مرتك. افتح. أخذ الصندوق راح بعيد، حفر حفرة كبيرة، صار ينكش 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 من الشك إلى اليقين، من الشك إلى اليقين، ما أقدر فتحه، لا ما بدي أفتحه، وطم إجا على البيت. قالت له راح تضل تعيش هالشك اللي فيك، إذا فتحت ولقيت رجال معناته أنا بفرحني هالرجال أكثر منه، وإذا ما لقيت شيء شوف كيف بحياتك كل الوقت عم بتشك، مش بس بمرتك، فيك وبأعمالك وبولادك وبهالشغل وهذا الموظف وهذا البوس تبعك وهديك 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 كله. انتبه، إن خفتم من شيء فادخلوا فيه، كل شيء بتشك فيه. في واحد أعرج أجر ما بيشك فيها، الأجر الثاني بيشك فيها، هيدي بيمشي فيها هيدي ما بيمشي، وقع اثنيناتهم وقال لأني شكيت فيكم اثنينكم، وقعت من هلأ ورايح من الشك إلى اليقين.